وانت قلت في بنات بتمشي بمزاجها وبتحب وعايز تتجوز اللي هي عايزاه، احنا بقى نعمل لها ايه؟ هنتهم برضو الدولة بالعافية انها خطفها؟ ايه بقى؟ وقناتي قايمه على ده، فانت بقى قناتك قايمه على ايه؟ طيب انا كده خلصت حلقه النهارده وكفايه، هكتفي بهذا القدر. هو قاعد يقول بتحط صورتي ليه؟ ما انا عشان اعرف الناس ان انت مين، اعرف الناس انت مين. طيب اكتبوا لي بقى في التعليقات شايفينه بقى ازاي دلوقتي، هدفه ايه، وراء ايه كده. انا خلصت حلقه النهارده، تحياتي، اشوفكم في حلقه جديده. كان معكم نيفين جرجس.